إن جدتي لوالدي تصلي الصلوات الخمس المفروضة عليها كاملة، ولكن للأسف أن صلاتها خاطئة من أولها إلى آخرها، حيث أنها لا تركع بعض الأحيان ولا تقرأ التحيات وتقرأ الفاتحة بدل التحيات، بالإضافة إلى أنها تسلم بعد كل ركعة، وهذا شيء مما تفعله ولم نرضى مما تفعل، حيث قام أخي الكبير بتوضيح أن صلاتها خاطئة، وكان رد الفعل أن شتمتنا وفضحتنا وأخذت تبكي، وحتى لو علمناها الصلاة الصحيحة لا تستطيع أن تتعلمها لأنها تعودت على صلاتها، فهل عليها إثم في ذلك؟ وهل يجب علينا شيء؟ وماذا نفعل؟ أفتونا مأجورين. هذه المرأة لا تخلو من إحدى حالتين، حالها الأولى أن تكون حالتها العقلية مختلة ولا تفهم ما يقال لها، فهذه لا حرج عليها، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فلا حرج عليها وما دام أنكم قد بينتم لها الخطأ ولم تستطع أن تفهم فلا حرج عليها إن شاء الله، لأن هذا هو منتهى قدرتها. أما إذا كانت عقليتها سليمة وإنما فعلت هذا عن جهل فهذه لا عذر لها، لأن الجاهل إذا وجد من يفهمه ويعلمه زال عذره، ووجب عليه أن يأخذ طريق الصواب. الواجب عليكم أن تكرروا عليها التفهيم وأن تخوفوها بالله عز وجل، وأن هذا لا يبري ذمتها، وهذا ما يسعكم، فإن استقامت الحمد لله، وإلا فقد أديتم الواجب، واسألوا الله لها الهداية. نعم.